ميرا سعيد اللي قدمت كل مسيرتها الفنية أعمال الحمد لله كلها ما وقعت، والكل دائما بانتظار ستايلات بقدمها، يعني دائما أنت السباقة باللحن بالكلمة باللوك بالكليب. الفترة المقبلة شو التحضيرات؟ بالنسبة لي مش عايزة أسبق الأحداث، أنا دلوقتي بحضر حاجات، في أفكار كتيرة في دماغي، يعني منها غربي ومنها شرقي، بس إن شاء الله تبقى مختلفة عن اللي أنا قدمته قبل كده، مش بس مختلفة بالنسبة للوقت الحالي، بس مختلفة عني أنا كمان شخصيا يعني، وإن شاء الله أتوفق إن شاء الله يا رب. صار في اختيارات؟ اخترت، يعني اخترت حاجات، بس لسه طبعا فيها فاضل الحاجات المهمه لسه في الاخر، يعني ان شاء الله الاتجاه او الانتاج ان شاء الله المقبل والتعاون حيكون مع روتانا. لحد دلوقتي لسه ما فيش اي شركه اقدر اتكلم عنها دلوقتي، لكن انا بقول ان ده انتاج. بدنا نقول لك الف مبروك تكريم وهالتروفي اللي بين ايدي، حاب اقدم لك مره ثانيه. بليز. شو لمين بتهدى التكريم، وشو شعورك انك عم تطلعي تكريم جديد؟ دايما التكريم يبقى حلو للفنان، وخصوصا لما يجي من مكان زي بيروت، يعني بيروت بالنسبه لي هي جبران ومطران وفيروز والرحبنه، فلما الواحد بيكرم فيها بيحس باختلاف وبيحس بتميز، بحس قد ايه ان هو في مكان فعلا في كل اي فنان يتمنى انه يكرم هنا، يعني فاكيد انا سعيده دلوقتي. اسمع لمسمى، يعني لمين بتهدي هالتكريم اليوم؟ بهدي لكل حبايبي، كل الفانز، كل عائلتي كلها، ابني، لكل الناس اللي بيحبوني، اللي هم بينتظروني، اللي هم عاملين الجيوش الخفيه اللي هم دائما على طول موجوده عشان تساندني، بديلهم لانه لولاهم ما كنتش خدت اي تروفي او اي جايزه في حياتي، يعني لولا محبتهم وحبهم يعني.